السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على نصايح للتخلص من الالتهاب المزمن والمشاكل المترتبة عليه. بيعاني بعض الناس من التهاب حاد بالجسم وبيصاحبه أعراض مزعجة نتيجة للإصابة بعدوى أو التعرض للكسور أو الجروح، وبيستمر الالتهاب دوت عدة أيام وبيختفي من تلقاء نفسه أو باستخدام العلاج المناسب وما بيرجعش مرة تانية، ولكن في بعض الحالات بيستمر الالتهاب لسنوات طويلة وبيعرف في الحالة دي بالالتهاب المزمن. هنتكلم النهاردة عن المشاكل المترتبة على الالتهاب المزمن ومشاكله كتيرة جدا. هنبدأ أول حاجة هنتكلم عن التهاب المفاصل. التهاب المفاصل من المشاكل المترتبة على الإصابة بالالتهاب في الجسم، بينقسم إلى نوعين رئيسيين: التهاب المفصل التنكسي، وده عبارة عن تلف وتآكل بيصيب المفصل، والالتهاب الناتج عنه بيحدث نتيجة الهياج في المفاصل بفعل خسارة الكولاجين وتلف الغضروف والنسيج الضام. وفي علاجات مفيدة ليه هو نبات القراص وهو فعال جدا ليه. تاني حاجة هنتكلم عنها الربو. الربو هي حالة التهابية بتطرأ على الرئتين، ويعتبر فيتامين د المضاد الأفضل لعلاجها، والأبحاث وجدت أن الأطفال اللي بتتعرض لأشعة الشمس ومصابين بالربو بيتحسن جدا صحتهم وعملية التنفس بتكون أفضل بالنسبة لهم. الشرايين. بتحتوي الشرايين في داخلها على بطانة من الخلايا تدعى البطانة الغشائية، وأول ما بتتعرض هذه الطبقة الموجودة بداخل الشرايين لأي حاجة تسبب لها الالتهاب أو الأكسدة أو أضرار زي ارتفاع مستوى السكر في الدم أو الأوميجا 6 أو كثرة التدخين مثلاً أو التبغ أو شرب الكحول أو أي حاجة من الحاجات اللي بتضر بالشرايين بتسبب لها الهياج والالتهاب المزمن، وبيكون نتيجة ذلك تشكل الجلطات بسبب لزوجة البروتين الموجود في الدم، وده بيؤدي للإصابة بالجلطة الدماغية أو القلبية أو إلى زيادة في سمك الشرايين وصلابتها، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم وبيحفز الالتهاب داخل الشرايين. يعني اللي احنا بنتكلم عنه هو الكوليسترول اللي هو بيسبب تصلب الشرايين وبيتراكم في الشرايين وبيؤدي الى الاصابة الى نوبات قلبية. طيب، والطرق اللي احنا يمكن ان احنا نتبعها علشان نقلل من اضرار تصلب الشرايين، طبعا ان احنا نتبع غذاء صحي سليم، نتبع الصيام المتقطع، نستخدم الزيوت والمواد الغير مهدرجة، تناول أحماض أوميجا 3 زي كبد الحوت أو زيت السمك هما ضروريين جدا، تناول التوكترينول ده أحد أقسام فيتامين إي وبيمتاز بفعالية كبيرة في حماية بطانة الشرايين وشفائها من التضرر والالتهاب. رابع حاجة هنتكلم عنها التوتر النفسي. التوتر النفسي بيسبب تحفيز الكورتيزول، ده بيصل إلى درجة مقاومة بالرغم من وجود نسبة كبيرة من الكورتيزول في الجسم، وده بيكون أساساً أحد مضادات الالتهاب، ولكن في هذه الحالة بيكون بلا جدوى بسبب توقف مستقبلاته، الحاجة اللي بتستقبله بتقف تماماً فبيفقد فعاليته، أو أن يكون سبب المشكلة هبوط الكورتيزول، يعني يا إما الكورتيزول موجود ومستقبلاته متوقفة فهو مش هيعرف الجسم يستفيد منه لأن اللي بيستقبله متوقف، أو بسبب هبوط الكورتيزول. وبيهبط الكورتيزول نتيجة إجهاد في الغدة الكظرية، ده اللي بيحصل في داء إديسون، وأفضل طرق علاجه هو دعم الغدة الكظرية بشكل مباشر وتناول فيتامين دي 3، وهو بيعتبر أصلا هرمون شبيه للكورتيزول وملوش أي آثار جانبية وبيكون مضاد للالتهاب.
خامس حاجة هنتكلم عنها الأمراض المناعة الذاتية. كتير جدا بيهاجم الجسم وبيسبب له التهاب، وبيبدأ عادة في الأمعاء، والتوتر والضغط النفسي بيلعب دور كبير في الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. والدراسات أثبتت أن الأمراض دي بتيجي نتيجة الحزن الناتج عن حالات الفقد أو بسبب الصدمات، بيسبب صدمة للغدة الكظرية والجهاز المناعي، وبيسمح لأي مرض بالتفاقم. وأفضل طرق علاج لي اتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات، نقلل الكربوهيدرات في الأكل، والمواظبة على الصيام المتقطع، وفيتامين د ليه دور كبير جدا في دعم جهاز المناعي، فبنتناول كمية مثلا بمقدار من 30 أو 40 ألف وحدة دولية يوميا، مفيد جدا في حالات الالتهابات ودعم جهاز المناعة الموجود في الجسم. برضو مرض السكري أو المرض السكر، وهو حالة من ارتفاع سكر الدم في الجسم بتسبب الالتهابات، وبتخلي الالتهابات صعب انها تختفي بسهولة، وبيكون الالتهاب نتيجة لارتفاع السكر في الدم، بيكون ما يشبه بالجدار الفولاذي او ورق الزجاج داخل الشرايين والكلى والاعصاب والعين، وبيسبب الالتهاب. طبعا مرض السكر علاجه ان احنا نتابع مع دكتور كويس، ونقلل من السكريات، ونقلل من الكربوهيدرات اللي هي بتتحول لسكريات. الأطعمة الضارة والمكررة بشكل عام طبعا من المسببات ان الالتهاب يفضل موجود في الجسم، هي أطعمة بتفتقر الى مضادات الأكسدة، واي حاجات فيها يعني اي مكونات فيها او مغذيات فيها ما فيهاش مضادات الأكسدة، وده بيسمح للأكسدة والجذور الحرة بالتسبب بمزيد من الأضرار في DNA والأنسجة اللي حواليه. علشان كده المفروض ان احنا نتجنب الأطعمة المكررة، ونتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية، لأنها بتحمي الجسم بصورة طبيعية. العدوى، الإصابة بأحد أنواع العدوى البكتيرية كعدوى أسنان مثلا، ممكن انها تسبب في التهاب في أنحاء مختلفة من الجسم، وحتى في القلب أيضا، وكمان المفاصل. قد يعاني البعض من التهاب المفاصل اللي بينتج نتيجة عدوى أسنان، يعني بعد معمل أسناني ألاقي التهاب متكرر بيحصل في المفاصل أو أي جزء في الجسم نتيجة لعدوى بكتيرية. في بعض الناس بيعانوا من متلازمة التعب المزمن أو الألم العضلي المتفشي، بيكونوا عادة مصابين بأحد أنواع العدوى دي بكتيرية، أو قد يكون مسببها فيروس، في فيروسات بتسبب العدوى دي. طيب ايه افضل علاج ليها؟ اهم حاجة ان احنا نقلل التوتر، وكمان نتناول الاطعمة المضادة للميكروبات زي الثوم والزعتر كده، والاعشاب اللي بتتمتع بالقدرة على اعادة الفيروس لحالته الساكنة، يعني يا اما اقاومه او اشوف الاعشاب اللي هي بترجع الفيروس لحالته الساكنة زي ما هي. شكرا، وحبيت افيدكم بالمعلومه. ياريت لو انتوا اول مره تتفرجوا معانا تشتركوا معانا في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر ولايك اذا عجبك الفيديو، ومستنيه ارائكم في الكومنتات وشير عشان الكل يستفيد. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.